أكثر من 14,000 إصابة جديدة بسرطان الثدي تسجل سنوياً بالجزائر، إذ يتصدر قائمة السرطانات لدى المرأة. ومن أجل الدفع بوتيرة التكفل الأمثل بالمرضى، تمت إعادة تفعيل الصندوق الوطني لمكافحة السرطان الذي توقف منذ عام 2012 لاقتناء معدات جديدة وتمويل مشاريع لمكافحة السرطان. خلال هذه السنة 2021 تم تفعيل الصندوق الوطني للسرطان، يعني لفون كونسير، ومن خلاله سوف يتم التكفل التام على المستوى الوطني لصيانة أجهزة الراديوثيرابي. الشيء الثاني هو تم التكفل بالبولالوغراف للمستشفى الجامعي بوهران. الشيء الثالث هو سيتم اكتناء 7 مسرعات خطية، وهنالك مبلغ مالي خصص لأدوية السرطان. وكذلك سيتم إن شاء الله في 2022 إقامة بعض الإجراءات أو بعض المشاريع الأخرى. المراحل العلاجية لمرضى السرطان هي ما يؤرقهم، والهاجس الأكبر الذي يواجهه المرضى هو التسريع من وتيرة الحصول على موعد العلاج الإشعاعي في أقرب وقت. جميع العمليات اللي نقوم بها اللي تكون نسبية راح تتبعها، ضروري تتبعها لغاديوثيرابي. دونك هذا هو الميدان اللي لازم نطوروه اكثر من لاشيميو، اكثر من كلش. صح لاشيميو سي ان تريتمون كي دوا اكزيستي، بصح لاشيميوثيرابي راح تكون في المراحل تاع السرطان اللي يكون متقدم. وحنا رانا جوستومون المعركه تبدا معاكم وتبدا مع الاطباء باش نوعيوا المراه باش تجي بكري، وان شاء الله يسهل عليها هذا المشوار هذا. إطلاق قافلة طبية للتشخيص المبكر لسرطان الثدي ستجوب ولايات من الجنوب الجزائري خلال شهر أكتوبر الوردي، الذي يعتبر فرصة لتذكير النساء بأهمية إجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن أي ورم إن وجد في المراحل الأولى، وهو ما يزيد من فرص التعافي من المرض.